الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين أما بعد فقد روى البيهقي رحمه الله في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه فقد أفهمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ضامن وكافل لمن ترك المراء وإن كان محقا أي لمن ترك الجدال الذي لا يعود لمصلحه في الدين اي لا يعود الى احقاق الحق ولا ابطال الباطل انما مجرد مجادله في الامور التافهه ونزاع بان يعطيه الله بيتا في ربض الجنه اي اطرافها اما ان كان الغرض من الجدال احقاق الحق وابطال الباطل فهذا حق واجب كما اذا انسان قال عن شيء احله الله حرام فمجادلته فرض لاظهار امر الدين فاذا جادلت انسانا يحلل الحرام او جادلت شخصا يحرم الحلال ترده الى الصواب حفظا للشريعه فانت لك ثواب عند الله بهذا الجدال لان حفظ الشريعه فرض عظيم المجادل فيه لاحقاق الحق وابطال الباطل له عند الله منزله عاليه وهكذا كانت سيره الانبياء عليهم السلام والاولياء رضي الله عنهم كانوا يجادلون المخالفين للحق حتى يردوهم الى الحق اليس ابراهيم عليه السلام جادل نمرود وهو وحيد فيما بين أولئك الناس الذين كانوا تحت حكم نمرود مع ذلك لقوة توكله على الله جادله ليحق الحق كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرء لا أحب أن أكسره إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه فكان الإمام الشافعي رضي الله عنه قصده من جداله إظهار الحق ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون وهذا من ذميم الخصال لا يحب الله تعالى وإلى ذلك يدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه ومعنى من غلب نفسه اي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والاستعلاء على الناس والترفع عليهم الجنه جنان كثيره طبقات بعضها فوق بعض، ولو كان الشخص نال موضعا في ربضها فهو نعمة عظيمة لا تقوم لها الدنيا وما فيها. اللهم آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، واصرف عني سيء الأخلاق إنه لا يصرف سيئها. الا انت